تحدث عن حضانة الأطفال والجانب القانوني في هذه القضية. ساعات المشاهدة الآباء يشكون من هذه القضية تحديدا وهذا الأمر أنه ساعات المشاهدة قليلة وتزرع شيء من الخوف والتوتر بين الطفل وأبيه. هذا الأمر قانونيا شنو الموقف؟ طبعا توجهات محكمة التمييز في هذا الخصوص زادت ساعات المشاهدة بحيث صارت أربع ساعات كل 15 يوم، يعني صار للأب 8 ساعات. اي نعم بالشهر. هاي لحد هذه اللحظة ثمان ساعات. طيب هذا توجه. وأماكن المشاهدة التحدي. أماكن المشاهدة هي قاعات البحث الاجتماعي المخصصة للمشاهدة. طيب نتحدث عن هذا، عن الموقع المشاهدة. نعم موقع المشاهدة الآباء تحدثون عن أنهم مستعدين ما يشاهدون أبنائهم إطلاقا. نعم. ولا يأتون بأولادهم إلى محاكم فيها من المجرمين الذين يحاكمون وفيها من المشاكل وجو غير بيئة غير مناسبة للمشاهدة. نعم أستاذ إذا أسمح لي في هذا الموضوع، تعرف أنت حضرتك الأم لما تجي تسلم الطفل القاعة البحث الاجتماعي، الباحث الاجتماعي ملزم أن يرد الطفل لوالدته اللي استلمها من عنده. تعرف حضرتك المشاهدة لما صارت بهاي الساعات يعني راح يتناسب ويا وقت دوام المحكمة. طيب بحيث أثناء الدوام الرسمي يستلم الأب ابنه ويرجعه أيضا أثناء طيب الدوام. طيب ليش الرسمي ما يصير خارج المحكمة أساسا؟ خارج المحكمة المحكمة العفو أكو الزوج يقدر يقيم دعوة إذا كانوا أطفاله يعني واعين، يقدر يقيم دعوة مشاهدة ومصاحبة بحيث يستلمهم من قاعة البحث الاجتماعي ويغادر بيهم خارج المحكمة. يشوفهم يطمن عليهم يطلعهم الفد مكان يشتري لهم بعض الحاجيات ويرجعهم أيضا قاعة البحث طيب الاجتماعي. طيب الجانب القانوني في قضية أنه الأب يأخذ أولاده بحجة الاستحاب. نعم حدثت هاي حالات في العراق، وبهذه الفترة هو مصدر جوازات لهم. نعم. ويسفرهم خارج العراق ويهرب بهم بهذا المصطلح الهروب، وهي الحضانة إلى الأم. نعم. الموقف القانوني هنا شنو؟ الموقف القانوني أولا الأب هو الولي الجبري على الأطفال. نعم. سواء كانوا أنوثة أم ذكر. طيب. ذكر. فيما يخص إصدار جوازات السفر الأب من حقه أن يصدر جوازات السفر لأولاده بموجب. طيب. القانون العراقي. طيب. بس اصطحابهم خارج العراق يعني وهم بحضانة الأم من حق الأم أن تراجع محكمة التحقيق المختصة وإقامة الشكوى بهذا الشيء. معظم القرارات يتحدث بها الطرفين الآباء والأمهات أنه فيها ضرر كبير على الطفل. نعم. تمام؟ القانون ليش مدى يراعي مصلحة الطفل؟ إذا يعني إذا أرادت تتعدل هذه النظرية المفروض أن يعاد صيغ النصوص القانونية بهذا الخصوص. يعني تعدل تجرى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية. قانون الأحوال الشخصية تعرف حضرتك قانون يعني قديم وما يتلائم مع الظروف الحالية لأنه تغيرت مجريات الحياة. الأمور تطورت فيراد لأكو بعض القوانين النصوص القانونية بحاجة إلى تعديل. هاي في عموم فيما يخص موضوع العائلة ككل. آه في هاي نظام الأسرة تحدد. نعم أنا لكن أنا في 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 موضوع الحضانة أنت مع قضية التعديل القانون لو أبقى على ما هو عليه؟ أنا بنظري أنه القانون العراقي أنطى حق للطفل بعمر 15 سنة أن يختار بين أمه أو أبوه. زين إذا أنت منطي الحضانة للأم وهو مقضي 15 سنة يم أمه، شلون راح يعرف أبوه وحنان أبوه؟ الأب هنا راح يكون هذا يعني القانون ضحية. الحالي راح يكون مجحف بحق الأب لأنه الطفل ما راح يعرف أبوه، شايفه بس بساعات المشاهدة. ما يعرف انت الحياة مع شنو شلون هو تعديل برايك انت قانوني شنو؟ انا مع تعديل قانون الاحوال الشخصيه، يعني هو مو 15 سنه. نعم يخير الطفل 7 سنوات ونص يقضيها يم امه و7 سنوات ونص يقضيها يم ابوه، بحيث لما يجي للخيار هو مجرب الحياه يم الام ويم الاب حتى يكون اختيار. طيب الطرفين عندهم اشكاليه بقضيه معينه اللي هي احنا كيف نامن ان نضع بتنا تحديدا. نعم. البنت الطفله البنت كيف نضع بتنا عند زوج الطليقة زوج الأم. نعم. أو نضع بتنا عند
مرت زوجة الأب. هاي الإشكالية هاي بالانفصال حضرتك إيه بعد الانفصال إيه نعم تمام بالانفصال. الحضانة لمن تمام نعم. هنا عدم أكو عدم ثقة بين الطرفين أنه موضوع الأمان في هذا المنزل. يتحدث الأب والد الطفلة أنه حدثت حالات تحرش من الزوج الطليقة زوج الأم بالبنت. هذه الحالات تضع الأب في وضع أنه يخاف على بناته بهذا المنزل. طيب هنا القانون ما خلى حماية للأطفال من الاعتداء من حالات التحرش من حسن التربية وحسن العائلة في هذا المنزل. أستاذ أكو فد يعني سوء فهم عند أكثر الناس أو جهل كان نعتبره نقدر من القانون اللي هو ماكو فد نص يقول إنه الحضانة شرط يم الأم. ماكو هالشيء شرط لا يتضرر المحظوظ مادة صريحة يعني مرات يتقدم الأب يقيم طيب. دعوة إسقاط حضانة أوكي طيب. والمحكمة تجري الكشف على مكان سكن الأب ومكان سكن الأم ويشوفون أيهما أفضل لمصلحة المحظون ويطول حضانة.